من أكثر الأسئلة التي تسأل للأطباء النفسيين أو أطباء الأطفال سلوك نمو سلوك هو هل الأدوية النفسية التي تعطى للأطفال الذين يعانون من فرط الحركة وتشتت الانتباه تسبب إدمان أم لا؟ الإجابة عليها أنه الطفل يقام له تقييم شامل كامل إكلينيكي بحيث يتأكد من التشخيص، وبالتالي يوضع له الخطة العلاجية التي تكون في معظم الأحوال جزء منها تناول الأدوية المنشطة التي تساعد على التركيز وعلاج الأعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. نتائج أخذ العلاج أفضل بكثير من التخوف من الإدمان، بل العكس صحيح. الأطفال والمراهقين الذين لم يوضع لهم خطة محكمة شاملة في معظم الأحوال وضع أدوية منشطة وتساعدهم على التركيز قد يكونوا عرضة أكثر للإدمان من الأطفال الذين لم توضع لهم أو لم يعطوا أدوية تساعدهم على التركيز. الآثار الجانبية تدرس وتناقش وبدقة مع الأهل، وبالتالي فرضية أنه يكون في مخاطر للأدوية تحت إشراف طبي تكون محدودة جداً.